شو بك يا ويا؟ حط ايدك. ما في شيء. الولد عم يتحرك. الولد لساته عايش. على مهلك؟ معقول كل هالأكل؟ ابنك هو اللي بده يأكل عسل وقشطة. الحمد لله أنك رجعتي تاكلي مثل الأول، بس إذا ضليتي تاكلي هيك رح تصير كتير سمينة. مولاي السلطان ما بيحبني سمينة، مفهوم؟ لك أنا بحبك كيف ما كنت تكوني. تعرفي؟ أنا رح أدهنك بالعسل والقشطة وآكلك كلك هيك. أوه. لو هالسم قتلني مبارح كنت خسرتني، وكنت صرت مجرد ذكرى من ذكرياتك، مو هيك؟ ويام انت رح تضلي على طول جنبي، وابراهيم ضلوا للصبح يحقق بالموضوع، وكل شخص اعمل شغله رح يتعاقب. ابراهيم لازم يتعاقب كمان، لانه هو سمح انه يعرض حياتي وحياتك للخطر. وين كان؟ اكثر واحد بوثق فيه بهالقصر هو ابراهيم. إبراهيم أكثر من مرة أنقذ حياتي من الموت. أنت زعلت مني مولاي؟ أنا رايح شوف إبراهيم. إذا تركتني لحالي ورحت، عن جد أنا بقتل حالي. عن جد مصطفى اللي عمره 6 سنين أوعى منك. ما شاء الله صرتي منيحة، وفي ناس كتير حواليك عم يخدموكي، وأنت لساتك عم تقليلي لا تتركني وتروح. أنت فعلا طفلة دلوعة. طيب بلا الشغل اليوم؟ هلأ وقت الشغل، والمساء كل وقت إليك. السفراء عم يستنوا مولاي السلطان. أنا جاهز. الحمد لله على سلامتك. عرفت مين هو الشخص يلي سممني؟ الموضوع هذا تسكر. سكر لكن ها؟ انت سكرته؟ انت شريك بالجريمة معناته؟ يا ريت انتبهي على كلامك. تأمر والله. ماشي رح اسكت. انت وين كنت مبارح بالليل؟ جابولي على هالغرفة اكل في سم وحضرتك ما بتعرف؟ سد هيام، نبهتك بالماضي، ممنوع تحكي معي بهالطريقة. وإلا بتحاول أنت والسلطان ناهي الدوران تقتلوني مرة تانية، مو هيك؟